ترك الحرية للناس يأكلون ما يشاءون ويلبسون ما يشاءون ويسمعون ما يشاءون ويشاهدون ما يشاءون. ما موقف العلماء من ماذا يجب أن يقال لمثل هؤلاء الناس؟ لم تترك الحرية للناس، الله جل وعلا وضع لهم ضوابط وبين لهم الحلال والحرام وتوعدهم على فعل الحرام وحثهم على فعل الطاعات والاستغناء بما أباح الله. الله جل وعلا لم يتركهم أحرارا يأكلون ما يشاءون ويلبسون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون وينظرون إلى ما يشاءون، بل هناك ضوابط شرعية وهناك أيضا سلطة مسلمة تأخذ على أيدي هؤلاء. هذا من واجب سلطة المسلمين أنها تمنع هذه المنكرات، ومن واجب المسلمين عموما أن ينكروا هذه المنكرات ويسعوا في إزالتها كل بحسب استطاعته. فلا يجوز السكوت على هذه الأمور وترك هذه الأمور تنفث في مجتمع المسلمين، وللمسلمين قدرة على منعها وإزالتها من بلادهم ومن بيوتهم. نعم.